الملك السامي كان خطاب عابر جدا وشامل، كان عطى نظرة حقيقية على الأوضاع اللي عرف تسير الشأن المحلي. أعتقد بأن الدرس التي يجب أن نستخلصها من هذا هي أن حال الوقت لتتضافر الجهود بين المنتخبين والسلطات وكل فاعلين هدف واحد هو خدمة المواطن. أعتقد بأن هذه المهمة النبيلة يجب أن تكون غصب أعين كل من له المسؤولية في تسيير الشأن المحلي، وأن نتجاوز هذه يعني العراقيل التي يعني ما فتئنا نلاحظها ما بين البعض من الأطراف، اللي في الحقيقة المتضرر يكون فيها هو إنجاز البرامج التنموية، والمتضرر الأخير والنهائي هو المواطن. أعتقد بأنه هذا يجب اليوم على كل مسؤول وعلى كل يعني على كل من له مسؤولية في تدبير الشأن المحلي أن يعي هذه القضية، وأن يشمر عن ساعديه ويبدأ في العمل، وأن يضع اليد في اليد، أن نضع جميعا كلنا اليد في اليد من أجل هدف واحد وهو خدمة المواطن. شكرا.